نظم 3 نوادي بجامعة العشرين أوتبيس كيكدا برنامج صناع المحتوى الأول من نوعه في الجزائر، حيث عرف مشاركة لأزيد من 50 طالب وطالبة في مختلف التخصصات. الفكرة بدأت من عن طريق الأستاذ عبد الرحمن اللي هو طالب جامعي أيضا هنا بجامعتنا، هو طالب يمني، وبرغم من هذا أنه طالب يمني وعنده قلب جزائري وغار على البلاد تاعنا وكيشاف المستوى اللي قاعد يتقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الوطن العربي، حب يغير هذه الحاجة، ولهذا هدر على الفكرة وشاركها مع عدة نوادي لها في الجامعة وتقبلنا الفكرة وحبينا نكونوا فيها، والحمد لله يعني كي فتحنا التسجيل كانوا كاين مشاركين بزاف شرفونا بحضورهم، كانت عندهم أفكار رائعة، بإذن الله راح نحاولوا إنه ندعموهم باش يطبقوا هذه الحاجة. يهدف هذا البرنامج الذي تتخلله دورات تكوينية لمدة 2 شهر إلى تكوين طالب جامعي قادر على الإبداع في مجال تخصصه، إضافة إلى القضاء على المحتوى الرديء الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي. البرنامج يهدف إلى تكوين طالب جامعي قادر على خلق أو تكوين فيديو ومحتوى مرئي عن طريق بحسب تخصصه. كان طلبة جامعيين عندنا في مختلف التخصصات وقادرين انهم يستغلوا تخصصاتهم في تكوين هذا المحتوى. فهنا الهدف تاعنا انه نكون هذا الطالب في عده اشياء، في المونتاج، في التصوير، في الديزاين، في السيناريو، في طريقه التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، في تبسيط العلوم. بتم هذه الفتره خلال 2 شهر عبر دورات تكوينيه وكورسات تكوينيه اونلاين. ينتهي هذا البرنامج في طبعته الأولى بتتويج أحسن صانع محتوى بسكيكدا، على أمل أن يلقى التفاتة من طرف المؤسسات المؤمنة بهكذا محتوى. ندعو من هذا المنبر، ندعو المؤسسات، ندعو المؤمنين بهذه الأفكار إلى دعم هذا البرنامج. البرنامج ما زال في البداية، محتاج دعم كبير، هدفنا كبير ومحتاجين لهذه الانطلاقة. ماذا بينا تكون هذه المؤسسات هي الداعمة لهذا البرنامج والحاضنة للشباب. البرنامج الأول من نوعه في ولاية سيكدا، كذلك في ولاية كذلك في الجزائر والوطن العربي، نتمنى أن يجد الدعم الكامل يعني ويعمم في كامل.